الله يديك العافية يا باشمهندس. الله يبارك فيك. زارع فاصوليا أنت محملها بجور البامية ولا لا؟ أنا إيدي؟ مش زرت تحميل، أنا كنت بس عاوز أشوف بجرب الإنبات يعني بتاعها. في الجودة يعني. يعني هي تقريبا زرعت في نص اتنين، نص شهر اتنين يعني. فما شاء الله جودة الإنبات عالية يعني ما شاء الله. حطيتها بذرة بذرة يعني. الفاصوليا دي خضراء حتى ولا؟ حتى انا زرعتها في الناحيه البحريه، الناحيه اللي هي مش اللي فيها شمس قليله، اللي هي مفترض الويكه ما بتخدرش فيها كتير، وشايف انها تخديرها برضو احسن من الويكه. انا بص هنا ادي الويكه تحت وهي فوق، يعني شفت نسبه تخديرها هي اعلى من نسبه تخدير الويكه، اعلى من الباميه. صح، اعلى من نسبه الباميه. في الناحيه اللي هي الناحيه البارده يعني، الناحيه البارده. ونفس برضو في الطرف الفوقاني هنا اللي هو برضو اللي هو متلج في الهواء، وبرضو نسبه التخدير بتاعتها يعني تقبل قبل كده يعني قبل الميعاد. هنا استرابت زراعها في الطرف. ها؟ في الطرف هنا زرعها. من فوق يعني، يعني جربت كل الانواع يعني. الطرف اللي هو المفروض يعني متلقي الهواء برضه وما يعني. انا هنا كتجربه بس. جرب الوقت والارض. في تقبل قبل كده يعني، ممكن تقدر تزرع اول اثنين هنا مرتاحه يعني. نسبه تقديرها اعلى من الباميه يعني. تتحمل اعلى من الباميه. يعني ممكن تزرع في اخر واحد مثلا او اخر واحد. ممكن تزرع اخر واحد، اخر واحد او اخر واحد يعني 20 واحد مثلاً. والجوده عاليه خالص يعني. جوده هيلسي، طالع هيلسي خالص يعني. مش انت بص الباميه شكلها واضحه ازاي، شوف الباميه ازاي واضحه. الباميه اللي بجوارها يعني، الباميه يعني يعني هتموت خلاص. خلصانه يعني، بتطلع في الروح. بص هو النبات هيلسي ازاي يعني. ما شاء الله يعني. يعني ممكن ان شاء الله السنه الجايه تزرع زرعه كامله. والله لو في ارض ممكن ان شاء الله، ارض ان شاء الله ممكن نجربها يعني. طب هي بتاخد كتير في الارض الفاصوليا؟ تقريبا ثلاث شهور. ثلاث شهور يعني. زرعه سريعه برضو. زرعه سريعه. هو في اللي هو التصدير اللي هو خضره، طبعا دي عاوزه تزرع بدري يعني. ممكن هنا في الصعيد هنا تنفع يعني، عشان احنا نقدر نجيبها بدري شويه عن البحري، فتنزل في سوق، في سوق كويس يعني، سوق غالي. اللي هي الخضرة، فاصوليا الخضرة. طب المعاملات اللي هتعملها الفاصوليا يعني هي نفس معاملات الباميه وكده؟ لو انت زرعها زرعه كزرعه يعني. يعني هي تختلف شويه، بس هي حساسه للميه برضو في الاول بالذات، حساسه للميه يعني. وطبعا بس يعني عشان مدتها قصيره خالص، مش مثل الباميه. الباميه يعني مدتها طويله يعني، شهور طويله الباميه، فبتمشي معاها. لكن دي يعني مدة قصيرة، فكل المعاملات يعني مركزة فيها. في الأول طبعا بحساسة المية، فأول من الرية دي لازم تبعدها خالص. بيزرعها في الطرف زي كده عشان برضه بتبعد من المية قدر المستطاع. السربة تكون مرفوعة على الآخر أو مصطبة عشان المية برضه. وزي كده يعني. طب هتحتاج حاجة تسلق عليها ولا؟ لا لا عادي، وممكن يتحمل مع الذرة يعني، ممكن تتحمل. بس هي عادي تزرع لوحديها لوحدي. يعني على مصطبة عادي، ما فيش اي مشاكل. ما فيش مشاكل. تمام، الله يديك العافية. نجربه تاني.